15 من أيار تاريخ فارق في حياة ووجود الشعب العربي الفلسطيني. منذ العام 1948 إلى يومنا هذا، وتستمر معاناة وارتدادات هذا اليوم الذي أعلنت فيه العصابات الصهيونية إقامة دولة عنصرية فاشية على أنقاض شعب وحضارة أمة متجذر وجودها منذ بدء التاريخ الإنساني، في أكبر عملية تطهير عرقي شهدها القرن العشرين، حيث شرد ما يربو عن 800,000 فلسطيني من أصل 1,400,000 قسراً من قراهم ومدنهم بقوة، وتم إحلال المهاجرين اليهود مكانهم. لتسيطر العصابات الصهيونية خلال النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، تم تدمير 531 منها بالكامل وطمس معالمها الحضارية والتاريخية، وما تبقى تم إخضاعه إلى كيان الاحتلال وقوانينه، مرتكبة أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين، تمثل كل واحدة منها جريمة حرب وجريمة بحق الإنسانية، وتصنف في إطار جرائم الإبادة الجماعية. كانت معارك النكبة غير متكافئة نتيجة تواطؤ سلطات الانتداب البريطاني التي قدمت الوعد المشؤوم عام 1917 لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، فزودت العصابات الصهيونية بالسلاح وساهمت في توطينهم، ومارست أبشع أنواع التنكيل بحق المقاومة الفلسطينية ومن يناصرها من العرب، رغم مشاركة نحو 10,000 جندي مصري و4,500 جندي أردني و2,500 جندي عراقي و1,876 جنديا سوريا وغيرهم من المتطوعين في جيش الإنقاذ. إلا أن ميزان القوة العسكرية كان مائلا بشدة لصالح الصهاينة المستعدين لهذا اليوم بالتنسيق مع سلطات الانتداب. بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في معارك النكبة نحو 15,000 شهيد، وحوالي 7,000 شهيد عربي رووا بدمائهم الزكية أرض فلسطين المباركة، وليتهجر الفلسطينيون في 58 مخيما للاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان. لم تنتهي النكبة الفلسطينية عام 1948، بل تبعها نكبات أخرى مرورا بنكسة عام 1967 التي شردت نحو 200,000 فلسطيني، وصولا إلى نوايا الاحتلال بضم الأغوار الفلسطينية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال نكبة جديدة بدأت فصولها بإعلان ما يسمى بصفقة القرن، التي تعمل على تصفية قضية اللاجئين وتنكر عليهم حقهم في العودة وتقرير المصير الذي يستمد مشروعيته من حقهم التاريخي في وطنهم والقانون الدولي الإنساني، لتبقى النكبة مستمرة في فضاءات متجددة من الحياة الفلسطينية التي أنتجت شعبا مشردا في كافة أصقاع الدنيا ووطنا ممزقا محتلا، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.